اهلا بيكم في قناه تعلم الايطاليه مع لارا او امبارا الايطاليانو كل لارا. هناخد درس طلب مني كتير جدا جدا جدا، سواء بالنسبه للناس اللي هم بيتعلموا ايطالي او بالنسبه للناس اللي هم في ثانويه عامه. الدرس بتاعنا هو الضمائر المباشره او اي برونومي ديريتي. ناخد بالنا ان في ثلاث انواع من الضمائر، عندنا ضمائر مباشره اللي احنا هنشرحها النهارده، وعندنا ضمائر غير مباشرة اللي هي برونومي انديريتي، وعندنا ضمائر مركبة اسمها برونومي كومبيناتي. ماشي، يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من الضمائر، هنبدا النهارده بالضمائر المباشرة. طيب احنا لو بصينا كده هنلاقي ان الضمائر المباشرة عندي هما اربع ضمائر، يعني دي الضمائر اللي هي بتستخدم كتير. خلاص، هو طبعا يعني دول بيكونوا مع حاجات معينة، فاللي احنا وصلنا دلوقتي هما اللو بستخدمها للمفرد المذكر، طيب واللا للمفرد المؤنث، واللي لجمع المذكر، واللي لجمع المؤنث. طيب انا هنا ايه وظيفة الضمائر دي؟ وظيفة الضمائر دي ان انا لما اجي اتكلم خلاص واذكر حاجة في الجملة او اقول حاجة في الجملة بستخدم الضمائر المباشرة لما اجي ارد خلاص علشان ما اكررش الكلام. طيب يعني ايه الكلام ده؟ طيب نشوف مع بعض كده مثال. طيب انا دلوقتي هنا مثلا لو جيت قلت ايه، لو جيت قلت اي، انا ما بيكتبش، اي فيستو ماركو. طبعا احنا لو بصينا هنلاقي ان ماركو ده مفرد مذكر، يبقى انا هستعيد عنه بايه؟ هستعيد عنه ماركو، يعني هل انت شفت ماركو؟ فعايز اقول ايوه انا شفت ماركو، هتبقى السي، نكتب كده سي، معرفش القلم ما بيكتبش برضو، سي لو او فيستو. ايوه انا شفته، سي لو او فيستو. طيب يبقى انا عندي هنا اللو دي عايدة على مين؟ دي عايدة على ماركو. طيب بدل ما اقول ايه سي او فيستو ماركو، بدل ايه مرغي كتير. طيب لو انا مثلا جه قال لي ايه، لو جه قال لي هنا اي كومبراتو لا بورسا يعني هل انت اشتريت الشنطة؟ طيب انا عندي الشنطة هنا خلاص اللي هي لا بورسا، دي عبارة عن مفرد مؤنث، اللي هي لو جينا بصينا عنها في الضمائر بنستعيد عنها بلا، فهقول ايه سي لو ا كومبراتا. طيب ناخد بالنا من حاجة، انا ليه حطيت هنا ابوسترفو؟ يعني انا كنت حطيت هنا ابوسترفو، الال ابوسترفو دي اصلها لا، ليه انا حطيتها؟ خلاص، وبرده هنا برده حطيتها، يعني انا هنا قلت ايه سي لو كومبراتو. طيب انا لما يكون عندي الضمائر مباشرة لما اجي احط معاها فيربو افيري بحولها لال ابوسترفو عشان النطق. يعني انا دلوقتي هنا بقول ايه، بقول هنا اللو واللا زائد فيربو افيري بيتحولوا ل الابوستروفو زائد اكوردو. يعني ايه اكوردو؟ يعني انا دلوقتي هنا قلت ايه سي
لو او فيستو. فيستو هنا عشان ماركو، وهنا سي لو او كومبراتا، هنا او كومبراتا علشان ايه؟ علشان انا عندي البورصة مؤنث. يبقى احنا نقول تاني الكلام اللي احنا قلناه ده. دلوقتي انا عندي حاجة اسمها ضمائر مباشرة او برونومي ديريتي، مكونة من ايه؟ مكونة من لو خلاص للمفرد المذكر للسينجولاري ماسكيلا، واللا للمفرد المؤنث اللي هو السينجولاري فيمينيلا، وبالنسبة للجمع المذكر اللي هو بلوراله ماسكيل عندي اللي، والجمع المؤنث اللي هو بلوراله فيمينيل عندي اللي. بستخدمها في الجملة ليه؟ بستخدمها في الجملة ان انا بحل بيها محل حاجة، زي مثلا كده لما اجي اقول ايه اي فيستو ماركو، يعني هل انت شفت ماركو؟ فهقول ايه سي لو فيستو، اللو دي عايدة على ماركو. طيب بدل ما اقول سي او فيستو ماركو وافضل ارغي واكرر ماركو كتير، ليه؟ انا عندي الايطالي ما بيحبش التكرار، يعني انا في الجملة مش يعني مش مستحب ان انا اكرر حاجة. طيب هل انا قلتها غلط؟ اه غلط، لان انا عندي قواعد جراماتيكا بمشي عليها، ما ينفعش مثلا اخل بيها، ما ينفعش اقول طب ما هي طالما قلت ماركو هتبقى صح سي او فيستو ماركو، لا غلط. عشان كده لازم اكون عارفة الضماير بتستخدم في. تاني حاجة ان انا عندي لما اجي مثلا اقول اي كومبراتو لابورسا، لابورسا دي عبارة عن فيمينيلة سينجولاري، كويندي انا استعيد عنها بلا خلاص، فهقول سي لو كومبراتا. وما انساش الاكوردو، الاكوردو ده بيكون حسب ايه؟ عن حسب الحاجه اللي انا بستعيد عنها. انا قلت او فيستو ماركو سي لو او فيستو زي ما احنا شايفين هنا، ماشي، وقلت اي كومبراتو لابورسا سي لو كومبراتا، نهايه الفعل بتحدد على حسب الحاجه اللي انا بتكلم عنها، ماشي. ده كان شرح